بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور شريف الزواوي، أستاذ مساعد علاج الأورام كلية الطب جامعة الإسكندرية. النهاردة هنتكلم على سرطان الثدي. في البداية بنتكلم على الاكتشاف المبكر وأهمية الاكتشاف المبكر. ده بيفرق معانا كتير في نتائج العلاج، إن هو الشفاء بإذن الله. كل ما كان المريض في مراحل مبكرة، المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، ده بيساعد على زيادة نسبة الشفاء. أهم حاجة في الاكتشاف المبكر هي التوعية أو الأويرنس، إن لازم يكون أي سيدة عندها خلفية على كيفية الفحص الذاتي للثدي بتاعها. إزاي تفحص الثدي بعد انتهاء الدورة الشهرية 5 أيام، بإيديها اليمين بتقوم بفحص الثدي الأيسر، باليد اليسرى بتقوم بفحص الثدي الأيمن، وده لازم يتم كل شهر. عند حدوث أي تغيرات أو ملاحظة أي تغير ما بين الناحية اليمنى والناحية اليسرى، ده لازم تتوجه للطبيب مختص. الحاجة الثانية اللي هو السكرينينج، أو إنها السيدة من بعد سن 45 من غير ما يكون عندها أي أعراض لازم تقوم بعمل ماموجرام كل سنة. السن ده بيقل لو في تاريخ مرضي في العيلة، لو في تاريخ مرضي مش مجرد فرد واحد، نحن بنتكلم على سلسلة من الأفراد داخل الأسرة الواحدة مصابين بسرطان ثدي او سرطان قولون او سرطان رحم او سرطان مبيض. من ضمن عوامل الخطوره هي العامل الوراثي. العامل الوراثي ده ما بيزيدش عن 5-10% من نسبه سرطان الثدي. زي ما قلنا الكشف المبكر مهم جدا. لو التشخيص بيعتمد على اخذ العينه، اول حاجه الماموجرام اللي هي الاشعه، لو لا قدر الله في اي تغير بناخد عينه. مفيش واحده تخاف انها تاخد عينه او كلام ان العينه بتنشر المرض، الكلام ده غير علمي تماما. التشخيص لازم بيتم عن طريق عينه، عن طريق طبيب مختص. العينه لما بتتاخد بطريقه سليمه ملهاش اي دور في انتشار المرض. مفيش واحده تخاف انها تحس باي تغير في الثدي وتخاف انها تعمل اشعه او تخاف تعمل عينه. زي ما قلنا الاكتشاف المبكر بيساعد على الشفاء ان شاء الله.